مرحبا بكم في حلقات اليوم من لاشين ديالكم ايموبيليو ماروك. اليوم غادي نعطيكم لي توب دي بروجي دانفيستيسمون ايموبيليو ماروك 2021. درنا واحد لي زيتود فيزابيليتي وعالجنا مدن بحال الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط، ناظور، اكادير والدغلة والقنيطرة من حيث الجاذبية ديال بعض لي موديل دانفيستيسمون مشاريع. غادي نعرضوا عليكم اليوم خمسه من هاد لي موديل، ماشي بار كلاسمون باسكو تو ديبون دو ليفي دو شاك انفستيسور، مي اون ليزا كلاسي سوا ا بارتير اللي عندهم رونتابيلتي ا بارتير ديال 10% بور لي بروجي لي ديموبيليزاسيون بيور اي دور فيها لاشا دو تيران ا لون تيرم، دونك سي ان انفستيسمون ستراتيجيك، جوسكا اون رونتابيلتي دو 25% بور لي لوكاسيون دو تيران. Le premier investissement, bon, c'est un classique, les appartements hôtels. Il faut maintenant un groupe d'investisseurs ou de personnes. Et du mauvais, il y a une société de gestion française ou l'Inda, un portefeuille client, pour gérer les gens, gérer le mode d'actif, c'est-à-dire une société immobilière dans le cadre d'un RIP. Je connais dans la vidéo de la chaîne. Le statut. Et il y a même des assurances de retraite qui peuvent s'intéresser à cet investissement pour loger les clients qui vont au Maroc. Un choix à faire ou un choix écolandais. On peut dire qu'il y a une ville qui part. On peut dire qu'il y a une ville générale, on peut dire qu'il y a une ville qui est une ville francophonie. بالإضافة إلى مجموعة ديال الجامعات الدولية اللي كتقترح دي فورماسيون أ ديستونس عبر الإنترنت الإنجليزية، قنعت الجميع بضرورة التحول إلى تعليم الأطفال بالإنجليزية كلغة ثانية، وحتى الدولة فتحت أبوابها للبكالوريا الدولية الإنجليزية، والمجموعة ديال العلامات الدولية اللي كتقترح مناهج للتربية والتعليم بالإنجليزية من بينها كامبريدج على سبيل المثال. المشروع الثالث مشروع كلينيك، مشروع اللي كيستمد الأهمية ديالو التغطية الصحية الشاملة اللي دشناتها الدولة، كما أن الدولة فتحت الأبواب ديالها للاستثمار الأجنبي في ميدان الصحة، والممارسين والأطباء الأجانب للمنافسة والضغط على العرض الصحي ليكون في متناول التغطية الصحية المشروع فيها. إضافة إلى هذا، طلب متزايد على السياحة الطبية كتجعل من هذا المشروع مربح للغاية، خصوصا للشركات اللي عندها موارد بشرية وأطر بدات تنافسية عالية خصوصا من حيث الأجور. المشروع الرابع ستاسيون دو سيرفيس، إضافة إلى التوابع ديالها ريستورون كافي بوتيك، هاد لي ستاسيون سيرفيس خصوصا اللي هي صديقة للبيئة مع دخول الخدمة السيارة الكهربائية غيصبح من المريح تسوق وأخذ قسط من الراحة عند تعبئة السيارة، الشحن الكهربائي اللي كياخد شوية ديال الوقت. لذا فثقافة التسوق والاستمتاع بالوقت في هذه الفضاءات اللي أصبحت نظيفة سيصبح أحد مستجدات العقد القادم. المشروع الخامس والأخير في هذه الحلقة هو سنتر لوجيستيك دو ديستوكاج، الخروج يوم العطل للتسوق خارج المدينة في ملاهي الأطفال وفي دي بارك. المشروع كيطلب فقط كراء أراضي وبناء مخازن حديدية لا تكلف شيئا، وكيتم فيها لو ديستوكاج ديال لي مارك. عمليه اصبحت كثيره في المدن الكبرى الاوروبيه.